وبسجل بالمحاولة الثانية محمد العقاد. ولنشوف النقاط، لينو لاردو بيعطي 7 نقاط، 6 فؤاد أبو شقرة، جوم جاعس 8، كوري ويليامز بيعطي 9 نقاط، و8 نقاط للاعب لورين وودز. إذن عنده آخر محاولة وبسجل سيمون دي وود. إذن النقاط 9 المدرب لاردو، 9 فؤاد أبو شقرة، 6 جوم جاعس، 6 كوري ويليامز. وبيسجل بطريقة رائعة عمر الأيوبي. ولاحظوا الحكام 3 عشرات و9 تين. حلوة كتير كبسة عمر الأيوبي. بيسجل بالمحاولة الثانية حسن مرعب. ولنشوف نقاط الحكام 7 7 4 6 7. راي بسجل كمان بطريقة ممتازة. راي داغر 4 8 و9. وبسجل طارق داغر من تمريرة من ارون هارتر من ورا السلة. ولنشوف النقاط 9 9 7 10 و8. 43 نقطة. بالعاده عم نشوف سلة طارق واندري أمت بسجل، والحكيم بيعطوا 10 10 9 8. لورين وودز بيعطي 9 كمان. بيشون سيمز اي لاف ذيس جيم. بطير فوق ارون هاربر. ولاحظوا لاحظوا الحكام عم يعطوا 10 10 10 10. 50 نقطة للاعب دي شون سيمز. عم تشوفه بالإعادة. أندري أمت 9 9 10 9 و10. عمر الأيوبي حماس كبير من اللاعبين لعمر. ولنشوف الحكام أربع عشرات و9. بالإعادة عم نشوف سلة عمر حلوة كتير من عمر الأيوبي. وبسجل دي شانسز. بركي فينا نشوفها بالإعادة لأنه الطريقة اللي سجل فيها صعبة جدا. إذا ماني غلطان 5 عشرات. لنشوف لورين وودز رح يعطي لو. إذا 10 لو بعد ما فرجينا محتار بين 9 والعشرة 10 لالو. 50 نقطة لدي شون سيمز يلي بيطلع للمركز الاول. اكيد اوه حلوة كتير حلوة كتير. عم شوفها بالاعادة بالفعل رائعة جدا. ادري امام بسجل بطريقة مميزة جدا اندري. والحكام عم يعطوه 50 نقطة لاندري أمت. بالإعادة عم نشوف حلوة كتير من اندري. عمر الأيومي بإيده الشمال. والحكام عم يعطوه 9 8 10 9 و9. دي شون سيمز بسجل كمان. ونشوف الحكام للتسعات.
أربع تسعات، خمس تسعات، 45 نقطة. أدريب، I love this game. أدريب يستعرض وبحقق أكيد المركز الأول.